يبيعها بثلاثة ملايين. الصباح كي يقوم ويمشي للزريبة زعما نلقاه ما هوايش ولا ما نلقاهمش، أكل فجعل ياخذها وماشي للزريبة خلف الماكلة وخلف الدنيا الكل. قلت عمي في الليل للسراق وفي النهار اللي ننح، ماهوش خالص الفلاح. معناها حتى الفلاح عنده مشاكل. كل مشاكل الفلاح. اي اما تحسش ان المواطن يخلص الفاتورة معناها؟ المواطن يخلص الفاتورة في الدنيا الكل، جيت في العلوشة معناتها حبسة كل شيء مثقل على المواطن، حبست عند العلوش. كيف بمشي عايد المواطن؟ الزوال كيف بمشي عايد؟ يسمع 460 يهزوا يورو. عايد ولا خل... نزلت ما عايدش، شوف السلعة 400 أنثى ب 470 480 في التذكر فيها 12 كيلو لحم. كيفاش تحب المواطن يعايد؟ كيفاش المواطن الزوالي كيف بمشي عايد الزوالي؟ هاك شوف فيه السوق هاو فارغ السوق. هاي بطحة فارغة. بينما المواطن كيف ياخذ 480 12 كيلو لحم. عاد يمشي ياخذ من الززار المواطن. معناها تو سامحني معناها حتى الفحص معناها بلاد العلوش وبلاد الفلاحه معناها ثم مشكله للعلوش غالبا. كلها فلاحه في الفحص وكلها ساعي. فما عباد تو عندها ساعي ما تمشي تهبطها ما تمشي تبيعها مع العلف. الفلاح لو رابح والمواطن لا رابح كيف كيف المواطن بالعكس هاو يدور يشوف يمس بيديه ويتعد. كيفاش باش يعيش المواطن؟ كيفاش يعايد المواطن؟ يجي يحط يديه على الانثى ب 12 كيلو ب 480 كيفاش ياخذ؟